يعني في ايه، في الصفقات بتاعت يناير، اللعيبه اللي هتمشي من هنا من الاهلي، اللعيبه الزمالك اللي عقدها بتخلص، وانت تقول انت طبعا في السوق ده وعارف القصه. نتكلم عن بطوله امم افريقيا، عايز ابدا بموضوع كهربا. تمام، شايف انتقال كهربا ازاي لنادي ماتايس اتاي سبور التركي؟ طيب خلينا نتكلم بصراحه كريم، وانت راجل انت اعتقد عارف كهربا كويس قوي. طبعا. هل انت شفت ان الفتره الاخيره كهربا عمل اي حاجه غلط؟ لا، كان ملتزم جدا الفتره الاخيره، بس قبل كده كان في مشاكل كتير. هي بس لما جه واتقعد معاه التزم، التزم بقوانين النادي، والتزم ما اتكلمش في الاعلام، ما عملش اي حاجه غلط، كان بيروح التمارين لما بينزل اوكي، لما بيقعد اوكي. فبالتالي ده قرار بالنسبه لموسيماني، هو الراجل فني بقى مش فني، هو مش مقتنع بيه، هو حاجه في الاخر اداره الاهلي بتعمل حاجه صح، بتطلع اعاره عشان احنا مش عايزين مشاكل في الفرقه. فانا شايف ان هو قرار صحي جدا. وكهربا الفتره الاخيره الناس كلها اثنت على الموضوع ده، يوم ما بيغلط احنا بننتقده والناس كلها بتنتقده، فيوم يعمل حاجه كويسه لازم تقول عشان اللاعب يحس ان في عدل، بس مش اكتر من كده. والنادي الاهلي يعني شايف انتقاله لنادي هطايا التركي حاجه ايجابيه بالنسبه للكهرباء وبالنسبه للنادي الاهلي. وبالنسبه للنادي الاهلي كمان في نقطه تانية، اللي يعرف اداره الاهلي كويس يعرف ان هم ما بيتدخلوش في قرارات الجهاز الفني. ده قرار موسيماني وهم بيلتزموا بيه، ما فيش حد هيلعب غصب عن اي مدرب بيجي، بالعكس بياخد مساحته لان هو اللي بيحاسب على المشاريع زي ما احنا بنقول بالظبط. بس وبيرسي تاو كمان وميكيسوني برضه بيلعبوا في نفس المكان، وهو راجل جايبهم، فهتبقى فرصه كهربا صعبه الفتره اللي فاتت. وده اللي واضح، وده اللي حتى انت بيطلع بره ماتشات كتيره جدا، وانت شفت بقاله 7 8 ماتشات بره السكور. صحيح. طيب